السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش عليكم نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. امين حرج يتالق باسيست جديده ويساهم في فوز شالكا على انترخت فرانكفورت. العربي يواصل مراكمه العروض المتميزه ويعتلي صداره هدافيه الدوريه اليونانيه. أمرابط يتعرض لإصابة أمام تورينو. الإدريسي رغم أننا بنفس الدورية الهولندية فلا تواصل لدي مع زياش خارج الملعب. جماهير الهلال تشيد بالوداد وجماهير الترجي تحتج. فوز لقجع أريد أن يكون المنتخب الوطني المغربي في المرتبة الأولى بين الأفارقة وينفجر في وجه إحطارين ويؤكد هل هو نيمار. فيصل فجر يعيش وضعا غريبا في تجربته الثانية مع خطاب الإسبانية. ارتقى شالكا 04 للمركز الرابع في ترتيب الدورية الألمانية بعد فوزه بصعوبة مساء أمس الأحد على ضيفه أنترخت فرانكفورت بهدف لصفر في ختام الجولة 15 من الدورية الألمانية. وخذ النجم المغربي من حارس المباراة كأساسي وكان أحد نجوم اللقاء، بحيث هو من قدم أسيست الهدف الذي سجله بينيتو في الدقيقة 53 ليصل بذلك النجم المغربي للتمريرة الحاسمة الرابعة في الدورية الألمانية. وقدم أمين حارث 27 تمريرة في المباراة منها 25 ناجحة، أي نسبة نجاح تمريراته فاقت 93% مقابل 4 مراوغات منهم مراوغتين ناجحتين، علما أنه تم استبداله في الدقيقة 69. ورفع شالكا رصيده إلى 28 نقطة وأصبح يحتل المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن الثالث بروسيا دورتموند وخمس نقاط عن المتصدر لايبزيك. يستمر يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني في الضرب بقوة والتوقيع على العروض المتميزة في الموسم الجاري، حيث كتب صاحب 32 سنة فصلا جديدا من فصول التوهج في مباراة فريقه أمام أوسترياس تريبوليس والتي آلت لرفاق اللاعب المغربي بخماسية نظيفة. وساهم نجم دحيل القطري السابق بجلاء في الانتصار العريض الذي حصده رفاقه بخماسية نظيفة بإحرازه هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة، وهو ما يجعله يصعد في صدارة هدافي الدورية اليونانية الممتازة برصيد 8 أهداف مناصفة مع البرتغالي نيلسون.
ربما باتت مغادرته للفريق الثالث للعاصمة مدريد وشيكا بعد أن أمضى معه فترة أولى كانت موفقة موسم 2017-2018، حيث لعب 31 مباراة في الليغا، سجل خلال هدف ومنح 4 تمريرات حاسمة. هذا وحقق خطافي أمس الأحد فوزا على ضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد في الجولة 7 من الليغا، رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط خلف برشلونة المتصدر. بعد مباراة الجولة 17 بالدورية الهولندية الممتاز بين أياكس أمستردام وأزيد ألكمار، أكد لاعب أسامة الإدريسي أن لا تواصل لديه مع مغاربة الفريق المنافس، ويتعلق الأمر بكل من حكيم زياش ونصير مزراوي. الإدريسي في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية أوضح أن علاقته باللاعبين المغاربة خاصة بالأياكس تنحصر بمعسكرات المنتخب المغربي فقط، بالرغم من أنهم يلعبون جميعا بمنافسة الإيريدفيزية فهم على غير تواصل. أما عن القمة الكروية التي انطلقت عشية أمس بين الفريقين، قال الإدريسي كانت مواجهة خاصة بالنسبة لي، حاولت أن أقدم كل شيء مع أزيد ألكمار أمام زملائي بالمنتخب الوطني المغربي. يعد أسامة الإدريسي آخر لاعب فضل حمل قميص المنتخب الوطني المغربي على هولندا، حيث حرص على التعرف على أجواء المنافسات بحضورها لمعسكر إعدادي سابق في عهد المدرب هيرفي رونار قبل المشاركة بنهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر. للإشارة فاز أزيد ألكمار على ضيفه أياكس أمستردام بهدف نظيف. تحولت المواجهة بين جماهير الهلال السعودي والترجي التونسي من ملعب جاسم بن حمد إلى الحسابات الشخصية لوجوه رياضية معروفة وللأنصار على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. واعتبر أنصار زعيم آسيا المنتشي السبت الماضي بانتصار مستحق على الترجي التونسي ضمن لهم مقعدا في نصف نهائي مونديال الأندية أن الوداد هو البطل الحقيقي لإفريقيا.